الروابط التي تجمع بين المغرب والكوت ديفوار تسير على الطريق الجيد وتعكس العلاقات الممتازة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الإيفواري السيد الحسن واتار، وهذه العلاقات تتضح من حيث أن العديد من المقاولات المغربية في عدة قطاعات منها البنية التحتية والبنوك والفندقة حطت الرحال بالكوت ديفوار منذ 10 سنوات ولا تزال مستقرة لحدود اليوم. تضافر الجهود بين المغرب والكوت ديفوار سيمكن من تعزيز دينامية التنمية بين البلدين، وهذا اللقاء يشكل فرصة لجمع أفريقيا حول المائدة المتعلقة بالمواضيع التي تهمها والتي ستساهم في إعطاء دفعة لتنمية البلدان الإفريقية.